السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من لعبة فيرز تو فاذم. في الحلقة الأولى مثل ما شفتوا للأسف رحنا إلى النهاية الخاطئة، أو ما حلينا لغز قصة الشاب هذا اللي ما شافها ياريت يرجع يشوفها، وهالمرة راح نكملها وإن شاء الله نوصل إلى النهاية السعيدة. شكرا على كومنتاتكم ودعمكم في الحلقة الماضية، ولا تنسوا اللايك هالمرة بعد، ونقول بسم الله إن شاء الله أنه ما يعيدني من البداية، وهذا اللي أنا خايف منه والله. نظام اللي تروح تعبي بنزين وترجع حلو. أول ما وصلني إلى الموتل، طبعا الكوفي هذاك ما راح نشربه اللي حاطين فيه البلاوي. يا أخي أغراضي مش متأكد إذا لازم أجيبها ولا لا. نحجز الغرفة من البداية. أوكي، نفس الغرفة روم 9. توكب هذا كار هنا يقول لي $90 راح يجيبون سيارتي. أوكي، I let Tommy know. هذا اسمه جو وهذاك اسمه تومي اللي بنحصله في الغرفة بعد شوي، فعشان كذا أقول اللي ما تابع الحلقة الأولى يريت يتابعها لأنها فيها سبرايزات يعني مش طبيعية. ما يمدني شو الأغراض، شو الاستهبال. أول شيء أروح أنصدم من هذاك بعدين أرجع أجيب الأغراض. أوكي، خلنا نشرب لنا واحد كولا على السريع عشان يمدينا نركض. وين هذا اللي في الحمام؟ خفت 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 خفت، خربت الصوت أقسم بالله، وأنا أعرف إنه موجود. What are you doing here? I should be asking you. أنا اللي مفروض أسألك. أخلص علي. أوكي، يقول لي بروح بجيب السيارة، برتب بروح انا بجيب اغراضي على بال ما انت تخلص الغرفه. الله يستر، هذا وانا اعرف انه موجود خوفني. اوكي، توكل على الله انت. يلا يا تومي. ما اتوقع ان تومي هو اللي ورا القصه هذه كلها، اللي يدق علينا الباب. لو تذكرون راسه هذاك كان مختلف. اوكي، الكولا خلص، الحين ما اقدر اركض. درب السلامه يا تومي. اوه يا شباب، والله انتبهت على ورقة مكتوب كأنه من البلدية او شيء كذا، يعني يقول not approved for occupancy must not be removed penalty of the law، مخالف للقانون هذا المكان اصلا، ومقطعين ورقة. يا حبيبي يا حبيبي، وهذا اكل الكلاب اللي طلبتها امه. اوكي، اغراضي كلها موجودة، ما احد في الحمام ولا احد في هذا المكان. اوكي اوكي، الحين مفروض ان ننام، وبعدين بيقول اريد كوفي. لكن السؤال، اوكي الحين يبدا الرعب. مفروض ان في واحد يدق الباب ما خاب ظني، وبعدين والله نسيت انا صراحه. ايوه، هذا مين هذا؟ قم يا اخي قم. ما في احد في الحمام ولا في احد هنا، واتوقع ان في واحد. زبن زبن يا اخي، هذا اتوقع واحد من الجيران يا اخوان، جالس مسوي اللي يخوفنا. وينك يا ابن الذين، وينك؟ طيب نرجع ننام. اوكي، هنا يقول اريد كوفي، هنا اريد كوفي، بس طبعا ما راح نشربه كوفي، بشوف اذا كان في خيار ثاني. جربت افتح جميع الابواب يا اخوان بس ما اقدر افتح اي باب منهم. السلام عليكم. ما في اي شيء ورا. هنا في كابتشينو، اتوقع كله يودينا الى نفس المصيبة. ما فيني اجرب والله. ممكن نكلم جو هذا اللي هناك ونقول له على موضوع الكوفي مشين. والله يذكرني بلعبة 12 دقيقة يا اخوان اللي نزلنا عنها الاسبوع الماضي، ان تعيد السيناريو كل يوم ولين ما تحل المشكلة. بس هذيك وربي رهيبة. يقول لي روح غرفتك ونام، ما في اي فائدة. طيب ما في كوفي عندك هنا ثاني غير هذاك؟ شربنا هذا اسبريسو، بس هالمرة بشتري هذا، لعله ما يعطيني نفس المفعول. لا ما صار شيء الحمد لله. اوكي، يعني بس هالمره الطبول شيت، هذا اقوى من الاسبريسو شكله. والله ما في فائده، صرنا نسمع اصوات هالمره. يا ابوي الحقني، يا ابوي يا ابوي الحقني. طبعا انا امشي لورا عشان يمشي قدام. اوكي، الحين بنام نوم عميق. هنا يبدا الفيلم يا اخوان. من الحلقه الماضيه عرفنا ان في واحد متخبي في الدولاب، اذا فتحنا الدولاب خلاص خلصت القصه، جيم اوفر. وكان في واحد يدق الباب وما كان في اي واحد في الحمام، فاللي بسويه هالمره بفتح الباب اشوف اي حل ثاني. طبعا التلفون يرن. شفتوه شفتوه شفتوه، سكر عيني عينك.
تخبى داخل هذا. ما برد على التلفون، توقع عادي لانه مزعج. ظاهر لازم ارد على التلفون، تطلع الاصوات اللي ما لها داعي هذه. والحين هذا بيدق الباب. خلك متخبي داخل يا ابن الذين. نتأكد ما في حد في الحمام. ما في حد في الحمام. اوكي خوفه، بس خوفه. طيب الحين مفروض في واحد يدق الباب. ما اشوف شيء يا اخي، ما في احد. ها جاي هذا هو. هذا جو يا اخوان اللي جاي. لا هذا جو، اموره طيبه. بسم الله. هو ازت من على الباب. قول له عمو مين؟ اقول له من بيكلمه عمو. هي الذكريات الرهيبه. جو فروم فرونت ديسك، اوبن ذا دور. اوكي جو، والله اعرفك. اوبن ذا دور. هلا جو، ارحب يا جو. يرحم امك. شوف من هذا اللي موجود في الدولاب. انا ما قلت لك ما تصحي احد من الجيران يا اخوي. ما صحيت احد. وصلتني شكاوي. دقيقه، ليش الدنيا ظلمه كذا صارت؟ وصلتني شكاوي. وات ار يو ميكينج اول ذيس جروفي نوت. يقول ايش الازعاج هذا اللي انت مسويه يا ابن الحلال؟ سكران هذا، شكله شرب كابتشينو. ما تسمع الخطوات اللي وراي في الكبت. يقول مهما كان اللي تسويه يعني يرجى انك توطي الصوت او ما تزعج الجيران وكذا. يا اخو ما ادري تسمعون يا اخوان صوت الكبت وراي ولا لا. Is that why your eyes are red؟ يقول بسبب هذا ان عيونك حمراء. يا اخوي اقسم بالله ما قدرت انام. وبعدين منشن ذا كوفي ماشين. اوكي الكوفي تعال بروك الكوفي. ار يو ميسينج وذ مي؟ يقول تستهبل علي انت؟ قال لها عيوني حمراء من الكوفي ماشين هذاك اللي هناك. ما استهبل ابن حلال. وي دونت هاف نو كوفي ماشين. ما عندهم كوفي ماشين يا اخوان. اجل انا اللي رايح اشربه. وشو هذاك؟ اتس رايت اوفر ذير. اوكي خلنا برويه. اوكي هير. يقول شوف انا طفشت منك، رويني الكوفي ماشين اللي اتكلم عليه. اي هيت ما جوب. اكره وظيفتي. تعال بروك وظيفتي. تلحقني؟ ايوه. اول شيء قبل لا تلحقني تكفى. تعال يا اخي اريد اروي هذا. تعال ليد هم. بجيبه هنا. تعال بتدخل معي؟ ايوه. تعال شوف. ها شوف بسم الله. ما يمديني افتح. ها دخل. ما يمديني افتح. يلعن خربت ام اللعبه. اوكي لا المخرج عاوز كذا يعني. النهايه هذه غلط. تعال برويك. الموسيقى هذه جابت لي الهم. كان في شيء بيصير. ايوه الكوفي ماشين مش موجود. ايش هذا؟ وربي كان هنا يا اخي. ايش هذا؟ سطل كنت اتخيله هنا كوفي ماشين. معقول؟ جو باك تو ذا روم. يقول لي راح ارجع الغرفه. اي سوير والله العظيم انه كان هنا. اي سيد جو باك تو ذا روم. ما بيصدقني اكيد. ليف كذا النظام. There should be some medication in your room that should offer you. يقول لي فيه دواء استعمله راح يفيدك، بتقدر تنام شوية. شكلك مفلسع. لا واضح ان المدينة هذه او المكان هذا اللي انا فيه الموتل مسكون، او في واحد من الجيران جالس طقطق علي صراحة ما ادري. طيب رجعنا الغرفة. بسم الله. هذا ما زال داخل ال فتح الدولاب. وين راح؟ يا اخوان اقسم بالله ان صوت الصدمات هذا انا ما احبه. يا اخي وين المديكيشن؟ هذا المديكيشن ريكواير ووتر. ايوه ريكواير ووتر. بسم الله. جهزوا يا اخوان. بسم الله. ما زال داخل ولا طلع؟ شكله طلع يا اخوان. والله شكله طلع. ما في حد والله. يوم رحت مع جو طلع. اي والله انه طلع. طيب احتاج ماي. وين مغسله؟
اوكي نفس نظام المغسلة حق 12 دقيقة. والله العظيم اللعبة هذه تذكرني باللعبة هذيك، بس الصراحة هذيك اللعبة ما بيوصل لها شيء. توتر هذيك مش رعب، توتر. بس هذه في الرعب صراحة تفوق. اوكي شربنا الدواء، الحين ممكن نام بسلام. نام نام نام، قلنا نام. لا تطالع، يرحم امك لا تطالع، خلاص نام يا اخي. ايش المفاجآت الحين انتظرها؟ بيكون معلق فوق ولا ايش؟ سليب. ممكن اتصل على احد يا اخي؟ سليب يرحم امك. ها وربي في واحد صورني. ايوه ايوه واقف على باب، ايش تبغى؟ يقول هلو. والله ما افتح لك. شوف يقول هلو هلو. تسمعون يا اخوان؟ Open the door. Who is this? Who is it? Who is it? Please open the door. I need help. ايش تريد؟ اريد مساعدة. يقول Please please open the door. والله ما افتح. عشان ترجع الكبت؟ انقلع. I know you are in there. اعرف انك داخل. عارف انك تعرف اني داخل. انت وراسك المربع. ليش تصور يا ابن الذين؟ انا بغيت اسأله ليش تصور؟ ايش مفسخة هذه ولا ايش؟ ما اقدر اشوف يا اخوي. اذلف. بليز ليف. I just need to talk to you. I swear I'm not a cop. اتمنى انك شرطي. يقول بس اريد اتكلم معاك. والله اني مش شرطي. Please go away. Or I am the one who called the cop. Oh shit! قلت أنا بتصل على شرطة. ونزبن ونزبن. Shit! دخل. كفو يا جو، قتله جو. To this day I find it really weird that. يقول لين اليوم المانجر هذا جو ما كلم الشرطة ولا خبرهم نهائيا بجريمة القتل اللي قتلها هذا الشخص عشان سمعت الموتل. قال المدينة هذه متورطة ببلاوي كثير من المخدرات والأمور هذه، والمنطقة هذيك يعني سمعتها جدا سيئة. تومي رجع بسيارته. تومي اللي راح يجيب سيارتنا رجع بالسيارة. ولا بي. وقال حسيت انها كانها سنة. ميوزك او راديو اندينج. وكذا حلينا اللغز يا اخوان بكل اناقة. انا مش متأكد، ولكن اللي فهمته من القصة انه واحد من الغرف اللي حواليني كان يستفز البنت هذه اللي احنا جالسين نلعب فيها، وكان يبى الظاهر يعني تعرفون ويقتلها. فجو الذيب راع الموتر هذا جاء وانقذنا ولله الحمد. وبس اتمنى اللعبة نالت اعجابكم يا اخوان. اذا كانت في لعبة رعب تنصحوني فيها يا ريت تكتبوا لي اياها في الكومنت، ونشوفكم ان شاء الله على خير.
حياكم الله.